فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي مع ضيوفنا التحقوا بينا. نبداو بالسيد منجي بن ابراهيم. سي منجي شنو حوالك؟ مرحبا بك خويا اسلام. سي توجور ان بليزير دات راي اكسبريس اف ام وتحيه للمستمعين اكسبريس اف ام. ود الدار عاد بارك الله فيك وسورتو مع خوتي اللي موجودين تو انت تقدمهم بريفيرونس. اكيد اللاعب السابق للترجي سامي العروسي. مرحبا بك سامي. مرحبا بك سلام. مرحبا سي منجي. مرحبا بخونا وليد. ظهر لي حصه سعدي حلوه برشا خاطر صحابي بدات من الكوليس ديجا قلت لي خاطر نختلفوا بالحب معناتها نحبوا بعضنا برشا وربي معنا ان شاء الله حصه طيبه تعدي. ايضا نستقبل زميلنا الاعلامي سعداء جدا باستقباله واكيد اضافه كبيره وكل ما كان موجود معنا وليد قرفيلة. وليد اهلا بيك. اهلا بيك سلام. سعيد بتواجدي معك مره اخرى في البرنامج اللي عاود ونقول ما غير رمي ورود برنامج نتاعك الناجح. ربي يخليك. وسامي العروسي سخون شويه من البارح في الليل حتى بعد نزيدوا نحكيو على المقابله. خلينا نبداو نحكيو على المقابله. خلينا نبداو نحطوا الامور في اطارها الساعه. كلمه على الماتش بعد ما ندخلوا نحللوا شويه جزئيات وتفاصيل. نبدا معك في المنشي. هو الماتش ديسيبسيون كبيره برشا كانت بعد التحضيرات والامكانيات اللي موجوده في كامل السنه للترجي الرياضي التونسي. كي تجي انت دون ان غران رونديفو ما تلقاش لي غران جوار ثم نقطه استفهام اللي هي كانت حتى فاجأة الفريق الأهلي المصري. والعلم أن الروتار بتاتر اللي صار في المباراة هذه والتخوف من بعض بتاتر الملاعبين تاع الترجي التونسي حتى لا بريباراسيون سيكولوجيك خلات بتاتر أما ماهيش اكسكيوز لأن اليوم كي نشوفوا الأهلي المصري مش الأهلي المصري اللي كان في المستوى اكسبسيونيل. سي الترجي التونسي ما كانش في نهاره. على علم أن الأهلي المصري جاء باش يعمل نتيجة إيجابية ويحاول يسجل خاطر شفناه الحكاية هذه ديما يحب يسجل على الاكستيريور باش ما يلقاش صعوبات في الماتش روتور. لكن تفاجأ بالمردود نتاع الملاعبين نتاع الترجي التونسي والتركيبة ككل خلات اللي المسؤولية هذه تجي للملاعبية بيان سور أونتر أوتر لأن هما اللي في التيران والإطار الفني طبعا زاد كيف لأن كي ما تلقاش أنت حلول قبل المباراة تلقى الحلول في وسط المباراة وهذا اللي ما صارش واللي خلى اللي الاهلي المصري تفاجأ بالمردود نتاع الترجي التونسي وهذاك علاش حاول باش يسجل وعرف كيفاش يفوز على المباراه اللي بعد ساعات راهو صرت مومون يفو اون انتيليجونس وثم ساكريفيسيز يتعمل. كي تشوف انت عبد الروف بن غيث في الهدف نتاع الاهلي المصري معناها كان يعمل اون فوت انتيليجونت الهدف تكتيك برافو عليك خويا وليد. ما يصيرش الهدف هذايا معناها لو ساكريفيس اذا كان جوار كيما جوار ماشي راس وراس جول انت تو ساكريفي باش تاخذ كارت حمراء لكن الملاعب هذايا ماهوش باش يسجل هدف ولا شانس سوري تضرب في البوتو يعمل اون دو سي تري رار واحد جوار يعمل اون دو مع البوتو يسجل هدف. فماش متابعه ما فماش لا ما تنجمش تصير متابعه لان فاجئ الجميع بالبوزيسيون نتاعو. لكن نقول انا اليوم اللي الملاعبيه لي غران جوار يلقاو روحهم دون لي غران رونديفو مالوريزمون سيتي با لو كا. سامي نطول ولا رابيد صح؟ ولا تضحكي تاني؟ نبداو باختصار تو نطولوا من هنا لبعض باختصار عن قلبك معبي ظل على باختصار سيتان كادو نلخص معناتها نقول اعطينا كادو في الماتش هذايا ما وجعناش ما كانش عندنا ظفر انا بارا شي ما حاولناش ما فهمتش علاش تو بعد بون نفهم علاش تكتيك وتو نفسر زاد في كيفاش يقولوها معناتها لومبيز فيزيك ولومبيز تكتيك تو نفسروها بالديتاي. اما انا تكلمت برشا قبل الماتش مع يمكن تروشين مع مصر والاهلي قبل الماتش ناس تتبع ناس تخدم بالجروب ناس تخدم مع بعضها ناس عندها ديريكسيون تكنيك ناس تتبع في لي ديتاي الكل ناس تاخذ في راي اللاعبين القدم ناس تاخذ في اللي واحنا نخدموا حدنا بعده في العباد نخدموا ولا زوز امرهم شورى القران ما هبطش على الاذان ما هبطش على الرسول هبط على اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الانفراد بالراي هو اللي خلاني انا معناتها نجم نتغشش وانا نتاكد اللي عندنا برشا في الاسبيرونس لي زونسيان ولا قاريين وينجموا يوصلوا المعلومه لكن ما عندناش ما حاولناش وحتى حد ما حاول يقرب الناس لبعضها. هم معين ومجدي من لي زونسيان يتسمى دي زونترونيور مش عندهم كل شيء هم. قلت لك الذين ما بطش على الرسول بط على صحابي يعني امرهم شورى يعني الناس الكل نجم رانا حاجه ترى ما تريش وتو نقول لك شنو اريد انا وشنو كنا نجمو نعملو وشنو كيفاش ومن بعد
المعلومه هذه كانت تكون قبل الماتش بعد الماتش. فما مثل ثاني حتعطيك فما مثل زاد كيقول لك تكثر ياس تغلق السفينه زاد. لا 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 عمرها ما كانت كيبداو برشا كل واحد يعطيك. ثم كيفاش يقولوها ثم ديريكسيون تكنيك في الجمعيات الكل في العالم ثم ديزيدي تحط تخرج ايدي توصل للونترونور سهله الحكايه. باهي وليد تخرج ليديال انا نجم انا وليد نختلفوا نجم يقنعني باللي عنده نجم نقنعه باللي عندي نخرجوا بايدي واحده سهله الحكايه. باهي وليد كلمه على الماتش وراي تحب تجاوب سامي. اي لا باش نسالوا سامي المقابله نقول كان بالامكان احسن مما كان الحقيقه مع تسليم ترجي ما كانش في نهار ورغم اللي ما كانش في نهار ويظل توافقني سامي زاد الاهلي مش الفريق الكبير مش الفريق اللي يرى مش الفريق اللي يوجع برشا القدام معناتها لعب بتكتيك معين موسيماني عرف كيفاش بلوزوموا يتحكم في اللقاء ونسق التعليقاء ما كانش سيطره الاهلي معناتها كبيره واضحه حتى للهدف في الزوز فرق كانوا نجموا يسجلوا كان نجم يكون سكور هدف لصفر للترجي ولا هدف لصفر للاهلي استغل الاهلي سيرين تاع غلط مش كان حكايه سلمونجي على بالغيث الغلطه بدات من اليعقوبي في الديجاجمون اللي عملوا رولونس ضاعت الكوره رجعت اللاعب ديانج اللي زادها الاكسيون اللي عملها ومشي بالكوره ما نعرفش قديش قاعد يمشي بالكوره موقفه حتى عدوا هنا بالغيث كان ينجم يعمل فوت تكتيك محمد علي يعقوب يعاود كسر الهجوم بعد زاد غلطه هذيك الثالثه هذا السبب تاع الفوت التكتيك اللي تحكي عليها خسرت بها ريال مدريد شامبيونا كيفاش خسرت بها ميسي باش يخرج في 90 دقيقه والريال جوش البرازيلي مارسيلو كان ينجم يعمل فوت في السنتر وما عملش الفوت إيه خسر معناتها الزيديه ذوما الزيديه ذوما باش نحملوا مسؤوليه للاعب اللي انت عملت الفوت هذيك اعطيتك اي كفكره ما هو الغلطه هذه ما عملهاش الاهلي عملها خليل شمام في انغولا في انغولا هدف لصفر والترجي ترجع لكن اللي قلق شويه سامحني سيمونجي ما نعرفش كان توافقوني هي غياب الرياكسيون تاع الترجي بعد هدف عليه وهذايا المشكل ما فهمناش عليه سبب بدني انتوما فنيين اكثر مني سامي وسلمونجي فماش حتى اون في فوالا هل هو سبب نفسي سبب بدني الفريق ما كانش حاضر نفسانيا ما كانش وليد سامحني خويا سامي هدف تبارك في الستين احنا نستنفعوا من تبارك الله عليك ما شاء الله لكن كي تقول انت باش نعطيك حاجه اللي صارت في الميدان تبارك الله كان مهاجم كبير ويعرف اللي صارت انت رجعت على الغلطه نتاع بن غيث ما عرفش كيفاش يعمل ساكريفيس انت علاش اليعقوبي ديجاج الكره لبعيد ما لقاش كوف في الوسط تنقول لك علاش لان بور سوتي لو ميليو دو تيران لان ما لقاش حلول ولا. في نفس الوقت ثم بريسينغ دي زاتاكون لان شافوا اللي ثم نقطه ضعف سو كي ني با لو كا من لاعبيه الترجي التونسي ما نجمش انا نسميهم هذوما ملاعبيه لان حقهم يعطيو هما سالير للجمعيه باش يلعبوا باش يلبسوا قميص الترجي الرياضي التونسي بسيط توغي اللي امنت به انا بتاتر شويه بتاتر افيك لو تون وكل شيء من كان وراء الانتدابات تاع الترجي الرياضي التونسي اليوم وحاجه اخرى اللي لاحظتها امون افي اللي انت كي انا ان ديفونسور يديجاج الكره باش يرتاح هو لان ما لقاش لو سوتيان اوفنسيف والميليو دو تيران او نيفو دو لا كوفرتور باش اي واحد يغلط هذاك خلي راهو باش تمشي علينا الكره لكن كون تو سوبي لو جو سي فيني لا ليعقوبي لا غيره باش يعمل حاجه الحاجه الاخرى اللي سامحني خويا سامي اللي مهمه ومهمه جدا سي المهاجمين اذا كان جاو عندهم ان اسبي معناه وعندهم اون تكنيك بور غاردي لو بالون قدام باش ما يخليوش لي لاتيرو شوف صارت حاجه علاش قلت لك ترجي استرتان مومون ما دخلوش في الاكسيون في لي ماتش في الشامبيونا مي صارت رياكسيون تو ما فماش رياكسيون انا جي لامبريسيون كي ان بروبليم انتر صارت لقطه كبيره برشا دخول سامح الدربي سافو با دير كو حمدي النقاز نا با ايتي على اوتور ولا حاجه خاطر حمدي النقاز ادوني دي سوليسيون ما لقاش حلول مع الميليو تيران بور باش يخلوا له ليسباس نيسيسير وعلي معلول كان لاحظتوها المهم نتاعو سي لا كونفرونتاسيون افيك حمدي النقاز صارت لقطه اكسبسيونيل وقت يدخل سامح الدربالي عمل دو تروا اكسيون قلقوا الفريق شو يعمل المدرب؟ يقدم علي معلول بريسك القدام ويدخلوا ان ديفونسور بور لا كوفرتور هذاك اللي خلى اللي الترجي هذا ما شافش حدا باش نحكي لك سويسرا خاطر عندي صاحبي شوف والله يسمى انكدوت عندي صاحبي في سويسرا يلعب في اف سي بال ليكيب تاع محمد صلاح قبل ما محمد صلاح بيان سور يسخايب اسمي انا ابراهيم اي مون برينون سي بان
تلما تغرم بيا كي جابوا لي تسماه بان. غنحكي لك سيم انكدوت. سيمون نجم نحكي لك حاجه باش نفسروا علميا باش نفسروا بالديتاي شنو هو اللي صار في الماتش. اللي صار والناس الكل شافته تو بعد نحكيو بالديتاي اكثر. بون يا خاطر جمعيتي ما نحبش ندخل في الديتاي اما مش مشكل. واذا بينا نقرا احسن فيها ماتش روتور وكل شيء. والله لا باش نحكيو باش نستنفعوا باش نستنفعوا الناس باش نستنفعوا. احنا الاسبيرونس طاحت في 60 دقيقه. الناس الكل واضحه اللي الاسبيرونس فيزيكمون طاحت دوزيام ميتون. شنو اللي صار باش خلى الاسبيرونس تطيح دوزيام ميتون؟ اللي صار انه من الاول الاسبيرونس قاعده تستنى في الاهلي والاهلي تستنى في الاسبيرونس. يعني زوز جمعيات اختاروا باش يفكوا الكره في الوسط. يعني انا هبط باش نستناك تجيني وفك الكره في الوسط ما نعملش عليك لارسيلمون، وانت هبط تستناني باش نجيك وما نعملش عليك لارسيلمون، يعني ما نزربش اللعبه ونقعد نستناك في الوسط ونعمل البلوك نتاعي ميديا ونستنى لاتاك رابيد. سيمي طايح شويه بارابور العاده بلوك الاسبيرونس خير. خلينا نفسر شنو صار صح بالضبط بالديتاي. اللي صار انه العمليه هذه كانت في صالح الاهلي. علاش كانت في صالح الاهلي؟ لانه الاهلي هبط بثلاثه في اللاكس. كان يستنى اللي الاسبيرونس باش تعمل عليه لارسيلمون. ثلاثه في الوسط. ثلاثه في اللاكس. ثلاثه في اللاكس. تو خليها تو تفرج ارجع. حمدي فتحي مقدم. ارجع شويه تو بعد تلقاهم بعد التروزيام في اللاكس خلاها هبط. بنون هبط لعب بثلاثه. من الاول في اللاكس. يا سيمي بنون ما لعبش في اللاكس. واقفين بثلاثه. الاهلي وقفت الاربعه دراجل الاولى بثلاثه في اللاكس. تروا كتروا كيفاش لعب؟ لعبت ثلاثه اربعه اثنين واحد. البيفو يطيح شويه مش بثلاثه. اي طاح البيفو طاح مش بثلاثه في اللاكس. طاح ثلاثه يلعب كوليبالي في الترجي. اي طاح بثلاثه. بعد شنو صار؟ اللي صار انه الاسبيرونس ما عملتش لارسيلمون. ما طلعتش الاسبيرونس. الاهلي هنا قال شاف الانترونير القى اللي اللعبه الكل في الوسط. بدل تكتيك. ما كان يستنى باش يعمل هو لعب في جنوب افريقيا لعب بثلاثه في اللاكس. سيم بالله خلينا نتفاعل معاك لهنا. ديما يقولوا الترجي تلقى صعوبات مع الكيبات اللي تحل والكيبات اللي تسكر. ما تشوفش معين حب يعطي هو الكوره للاهلي لكن ما جاتكش ويلعب على القوه نتاعو. ما جاتكش الاهلي ما جاتكش. الاهلي قعدت ما تحتش في الفخ. ما تحتش في الفخ ما جاتكش ما حلتلكش اللعب. قعدت هي وانت قعدت تتفرج فيها. شنو صار؟ صار اللي هي دوره الكوره مرتاحه. كانت تتفرجوا اللي الديفونسيرات نتاع الاهلي دورت الكور وكان بار رجعت للجارديان. هو نعرف واش يقول خويا اسلام دو سكوند بركه أي. اللي يخلي لك انت ليك الكوره ويحاول يعمل لك الكونتر. الكونتر بشكون؟ لكن ما عندكش لي زانجريديون كلمه معين الشهير يعطيك الكوره لا لا لا, لا, لا لكن انت شنو صار؟ اللي صار ان هي دورت الكوره مرتاحه ومن بعد لقى اللي ورا لي زاتاكون ثم اسباس وقتها رجع البيفو نتاعو رجعوا ولعب بزوز في اللاكس. وقتها شنو صار؟ صار اللي ليسبيرونس الابر هي الكوره شنو؟ شكون يخسر انرجي؟ ما عادش فوتبول تو يترناو كانوا يترناو كيف كيف راهو في العالم يترناو كيف كيف راهو ما عادش بدنك وبدني نحضروا كيف كيف لي زونترونور ولي جرون بريباراتور في العالم يحضروا البدنات كيف كيف. اما لي زونترونور الذكيين واللعب شكون يلعب اقل بانرجي؟ شكون يربح انرجي؟ جوارديولا يقول لك انا تو باش نلعب اقل انرجي عندي ليكيب في الميكرو سامي انا عندي ليكيب نتاعي نلعب باقل انرجي ما نخسرش انرجي انا بردي انرجي خسرنا اش كي خسرنا غمنا لونديرونس برشا كي نعملوا لونديرونس كي نعملوا نخسروا الفيتيس بالغي نخسر الفيتيس مع لوسيف ما نجمش نتالي مع شنو لا ما فما كلام ما نقول ما نقولوش لا سامحني مع عادي 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 نقولوا هاني لوسيف نعتذر هاني انا اسمي لوسيف يا سيم ما غنى اي سامحني سامحني كلمة سمح فيها خسر الفيتيز مع البيفو نتاعو اليو ديانك اليو ديانك خسر الفيتيز وقت خسر الفيتيز وهو في الفريشير فيزيك هو البيفو اللي عطى الباس الاخراني هو اللي عطى باس ديزيزيف وصل حتى لليني نتاع الاتاك نتاعنا معناتها هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية خسرنا الإنرجي، خسرنا برشا الواحد، الحالة الثالثة راهو لي فالور نتاع الملاعبية نتاعنا، الفالور اللي حاشتنا به، الفالور اللي عملوا الديفيرينسا ما كانتش موجودة. هذا نجيوها باهي سامي، سامي حكى وليد على الجانب البدني، أنت نعرفك مقرب شوية من الكوليس وفي الترجي، تربص تبرقة برشا تقال أنه تخدم مشي للجانب البدني. هل صحيح هذا وليد ولا لا؟ وشنو تخدم بالضبط؟ وعلاش هل اصلا تربص هذا علاش تعمل المرة؟ اي اكيد هو لو التربص سليم كان باش يتعمل اللي نعلم به انا مش الاسبوع الاخرين، الاسبوع قبل الاخر وكان بريفيو باش يرجعوا للحديقه الاسبوع الاخير باش يكملوا البرنامج تاع التحضيرات في الحديقه، لكن اخر وقت صار التغيير، صحيح خدموا من الجانب البدني لكن ما نتصورش في
في الجمعة الأخرى سامي بيشتير خدمة متاع بدنية. الخدمة البدنية تصير زوز الأسابيع الأول كما قال لك الخدمة توا آخر عام أكيد الخدمة البدنية الكل تخدمت. لكن اللي سامعوا أنا والأصداء اللي وصلت لي من تربص تبرقة اللي فما برشا من لاعبين تألقوا ما كانوش موجودين في المقابلة مثلا مثلا علي المرزوقي وعبد الرحمن مزيان وديان زيدت معلومة حتى في الأوبوزيسيون اللي تعاملت الترجي لعب بعد الجمعة الأولى من التحضيرات لعب مع المنتخب الوطني الأواسط الأولمبي تعمل كنزاري طلعوا ليكيب ناسيونال الأولمبيك اللي فيه زوز من الفريق زيد بالريمة فريق الميموني لقاء انت واحد واحد قعد يلوج التراجع على منافس اخر الاسبوع اللي بعده كي ما لقاش صارت اوبوزيسيون بين الفريق الاول والفريق الثاني. الفريق الثاني هو اللي ربح. المستوى تاع الفريق الثاني كان خير من المستوى تاع الفريق الاول. في تبرقة كما قلت لك الاصداء اللي جات تعلق عبد الرحمن مزيان وهذاك عليه تحط على البنك بعد كان فتره طويله خارج الحسابات بالكل معناتها عبد الرحمن من ماتش الجزائر هذه وحتى صار بعض الحافجات غادي كيف في كيف على المرزوقي. لكن شو هذا تقعد انا ديما نقول مدرب هو قريب للجروب نحترم القرارات هو يعرف اكثر شكون الجاهز واكيد ما فماش مدرب تكون عنده اسلحه يعرفها باش تعاونه في الاقامه واللي يقدر كلامك وليد ويدعمه خاصه انه اللي يلعب في بوست نتاع مزياني واللي هو حمد الهوني ما كانش في النيفو نتاعو. هذا اللي نحب نسال عليه سامي وسلمونجي حمد تخلقت له سلمونجي وضعيات تاع واحد ضد واحد مع اكرم توفيق اللي هو في الاصل ماهوش ظهير ايمن. ظهير ايمن تاع الاهلي محمد هاني مصاب والظهير الايمن الثاني اللي هو احمد رمضان بكام كيف كيف في اخر وقت تضربه وعنده مشكله مسكولير ما حضرش. لكن مع هذا حتى على المستوى الفردي ما نجموش نشكوا في قيمه حمد الهوني سين ما نجموش نشكوا. لكن انا قلت لك خسرتي قلت لك اون بيردي خسرنا البوينت فيتيس نتاع جوارت في الكره في الكوره لو سيس من اول ماتش فما فرصه كان يمكن يمكن ليني داتاك نتاعنا في البيريود الاخرى الناس الكل الناس الكل معناتها متصوره يلوموا على ليني داتاك نتاعنا. ما ليني داتاك ماهيش قاعده تمركي ماهيش في الفريشير نتاعها من وراء الانتدابات نتاع عبد الباسط واللاعب توغي. انا باش نقول لك حاجه سامي تريز امبورتونت. انا حكينا في البلاتو مع اخويا اسلام مره سي كو اليوم الاشكال الكبير اللي في الترجي الرياضي التونسي سي كو كي تسمع انت دونك جو بونس كي دي بروبليم انترن اللي ما نعرفهمش. كي تسمع انت حتى اخونا معين بعد المباراة قال اسمه نتاعنا أنيس البدري ترانا مرة بركة ويلعب ولو أنا من منش بالحكاية وحمدي الهوني من اللي عمل برولونغاسيون دو كونترا وشوفها بالكدا بالكدا ما عادش حمدي الهوني اللي شفناه قبل من اللي عمل برولونغاسيون دو كونترا شنو السبب؟ الله أعلم. حاجة أخرى اللي اليوم الملاعبية اللي ينشطوا في الترجي الرياضي التونسي وتجي تقول لي انت انا جو نو كرو با اون سكوند على على البريباراسيون والبريباراسيون لو جور جي تو دو تيتر. علاش؟ باش نعطيك ان اكزومبل صار في الكره ومحلاها الكره. عام 1990 وقت اللي صارت حرب يوغوسلافيا تنحات يوغوسلافيا وعيطوا ليكيب اللي هي اسمها الدنمارك في الشامبيونات دوروب دي ناسيون. منهم جورات اقسموا بالله العظيم قبل اسبوع في جربه لفرير لو درو في جربه حضرت عليها وما غير تحضيرات ما غير حتى شيء وانا في البطو وهما في الدومي فينال. قلت لهم وصلوا الدومي فينال قالوا لي قلت لهم انا باش نهز اي سيد منجي استثناء لا يثبت القاعده مهم التحضير سينو تولي كل جمعه نعرف سيمون داكور. اما اليوم راهو لي ماتش معناها انتر تو تجي تشوف انت في الكوره لازم الناس تعرف حاجه اللي اليوم كي تلعب في الكوره اليوم في وتبارك الله يعرف خويا سامي خويا وليد كي تلعب باغ اكزومبل ديفونس كونتر اتاك في لونترينمون سي جينيرالمون 98% لي ديفونسور اللي يرفع علاش خاطر لي ديفونسور ديفوند لي اتاكون سوف با دي سي مونجي باش انا مثلا هنا نحب نتسائل سؤال هل من قبيل الصدفه مثلا زوز احسن بلاعبيه في الترجي حسب الجميع الفنيين الكل في اللقاء كانوا عبد القادر بدران ومحمد علي بن رمضان هل من قبيل الصدفه انهم الزوز هذوما لعبوا وكان عندهم النسق وكانت عندهم الكومبيتيسيون مع زوز منتخبات نتاعهم محمد علي بن رمضان مع المنتخب الوطني التونسي هو وليد لهنا تعال معاك حتى الاهلي كانوا راقدين اي كيف كيف وليد باش نسهل كذا من اول العام الترجي وقلت انا الثلاثه اللي عامل عليهم الباز ديسبيرونس ثلاثه ملاعبين اللي هما ستابل ستاتيو نتاع ديسبيرونس بدران التالي بن رمضان في الوسط والهوني قدام هذوما ثلاثه ليسبيرونس من اول العام
وين يغيب واحد تتربث الجمعيه، سواء كان غاب لنا الهوني القدام لاتاك ما تمشيش، وكان يغيب لنا بالرمضان في الوسط، والا كان يغيب لنا بدران التالي. ولو انه عنده برشا ماهوش في البريود الاخرى الهوني مش ماشي في البريود الاخرى، الهوني من اللي تدرب ولا رجع من اللي وقع البرولونغاسيون دو كونترا الهوني مش ليني داتاك سيمون جاب سهل شوي ليني داتاك، علاش ما خدمش ليني داتاك؟ في لاتاكونيت تم انواع داتاكونيت، تم تاكون دانتيريور يسين بربي بربي خمسة لدي نكمل لك جست حكينا حتى على الانيماسيون اوفونسيف هذه هي الانيماسيون اوفونسيف. تم انواع نتاع لي زاتاكون، تم اتاكون دانتيريور وتم اتاكون اللي هو يجي على ساقه اليمين يبدا يلعب اليمين كيما البليلي يحب يدخل الكره في الداخل ويكمل يشوت وقال لك هذاك تسمى اتاكون دانتيريور، وثم لاتاكون اللي هو يشد الكروار ويسنتر اللي اتاكون اللي ثم لاتاكون اون بوينت. احنا نلعبوا بثلاث، نلعبوا باتاكون على اليمين واتاكون على اليسار واتاكون في الوسط هكا ولا يعني نسموه لاتاكون احنا الوسطاني هذاك نسموه تاكون دي سيرفاس ولا تاكون بيفو تاكون هذوما لاتاكون الوسطاني فوالا باهي. الهوني اتاكون دانتيريور شنو يلزمو اتاكون دانتيريور؟ ما باش يدخل الوسط يلزمو انا ريير يطلع يسنتر يعمل له شوا ثانيه يعمل له سوليسيون ثانيه. الشتي في الحالات كل ماهوش ريير يطلع مش معلول نجيب اتاكون احنا يعني ما نوفقكش برشا سيني خلاص قداش من طلعه ما مش ديما يطلع مش كيما التوزيعات نتاعو بعيده برشا مش ديما يطلع نجيب اتاكون ايلي تويك اللي هو توغي اتاكون ايلي ماهوش اللي فلاس مش ماشي ليه راه اللي فلاس هو يلزم صريح هو يلعب فيها اتاكون ايلي خاطر هو على ساقه اليمين يلزم يكمل بسونتراج ولا يكمل بروتري خاطر ما ينجمش يعمل اتاكون دونتيريور خاطر ماهوش جوشي باش يدخل على ساقه اليسار ويشوت ماهوش ميسي باش يدخل على ساقه اليسار ويشوط دونك يتسمى اتاكون الي خاطر اتاكون على ساقه اليمين ويلعب على اليمين. هنا لاتاكون الي انت حطيت اتاكون الي وحطيت النقاز باش يطلع انت عملت بلوكاج للنقاز نورمالمون تحط اتاكون دانتيريور في الميكرو نورمالمون تحط اتاكون دانتيريور المشكله مش هو المقابله يا سيمي تصير في بلوكاج هذا هو اللي صاير في الاوفونسيف انا نحكي على الانيماسيون اوفونسيف تو كيفاش الانيماسيون اوفونسيف ما تجيش تدخلش عليك تلعب دو زارير دروا فوالا والاخرى تلعب باتاكون دانتيريور وماكش تلعب بلي ماكش تلعب سونترا. مازلنا باش نحكيو على المقابله برشا نقاط عندنا باش نحكيو فيهم فجوه تركي في الاخبار وبعد راجعين.